زين ماكو شيء، انا شويه مشغول ماكو شيء. لا على اساس انا توني اتعرف عليك صح؟ ما اعرفك. ايش فيك تحكي؟ واضح انه فيك شيء. اكيد اكيد فيني شيء بدريه، ما راح اخش عنك شيء. بس اللي سووها لك صراحه مو اوكي. ايش دعوه؟ يعني ما فكروا باللي انا سويته، ولو انه ما هي منه، بس على الاقل يحسون فيني. نسوا انا ثالث يوم من تزوجتك صارت حاله الوفاه الله يرحمه، قعدت معاك ما قصرت، داريتك واسيتك، وهذه والله مو منه لاني انا احبك، بس اهلك ما قدروا الشيء هذا، ما حسوا فيني، ما فكروا فيني. انا ايش حسيت فيها؟ كل ساعه احاول اكلمك، في كل وقت احاول اكلمك. انت حضرتك تبي تسمعين الاجابه المقنعه؟ والاجابه المقنعه اللي عندي انه انا ما لي علاقه لا بيعقوب ولا بغيره. وابتسام هذه اللي تتكلمين عنها الظاهر يعني تبي تنتقم مني كيدا فيني. على فكره ابتسام هذه كانت موظفه عندي في القسم في الوزاره، يعني صراحه كانت موظفه مستهتره، كل غياب في غياب، ولا مره يابت مرضيه، وانا اصريت اني يعني اخذ الجزاء معاه المنصوص بالقوانين واللوائح، لذلك طردت من الوزاره. هلا هلا قلبي، هلا هلا فيك، تفضل. بلوز قلبي ليش عذيت روحك؟ الحين اكتب لك فيهم وصل احسن. ها لا لا ما له داعي، مهما كان انت زوجي وانا اثق فيك. حبيبتي انت حبيبتي. خالد شنو هذا؟ الامور هذه ما تناقشني في الدوام. رد علي قول لي شنو هذا؟ ورقه طلاق. ايه طلقتك مثل ما تزوجت طلقتك. بعدين خلاص كل انسان عنده تحمل عاد يتحمل، انا تعبت حزن والم ونكد بس كفايه. صدق؟ وليش ما يتلمتني؟ ليش ما قلت لي ان انا تعبت ومليت؟ ولا خلاص عقب ما اخذت ال 50,000 خلصت التمثيليه؟ 50؟ اي 50,000؟ اي فلوس؟ انت نيتي السالفه فيها فلوس بعد؟ دخل خالد على مكتب بدريه عشان يحط قدامها ورقه طلاقها. هي في خيره وياها قام يقول الوان الوان الوان، صار قوس قزح، والموظفين كلهم اجتمعوا بذمتي فيلم فيلم اليوم. زين بس وقفي ضحك. شنو قلتي؟ خالد طلق بدريه؟ وانت ايش فيك يعني تتحججي؟ حنيت يعني؟ حنيت حق طليقتك الخاينه؟ تعال شوي 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 شوي. ما قلتي لي ايش رايك بالمكان؟ كان؟ يننا مرتب، حتى موقعه حلو. الله يكتب لي فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا تعال وانت يا بتروح، تعال عندي. يبي ينحاش مني الولد. باي. يقول باي حق ماما؟ تقول باي حق ماما؟ ابوسك. ابوسك. شوف 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 يزيد. يلا صورة صورة صورة. بيبو عافية. انا لله. انت الحين ايش تبين مني؟ ابى افهم. ابيك تحطين فلوسك ماما، لان هو وايد زعلان يما. وبعدين وياك انا خلاص كرهت هالسالفه. وانا بعد كرهت هالسالفه هذه. يا عيال بدش البيت برتاح، كل ما ارجع من الشغل شقيان وتعبان القاها قاعده بنص الصاله. روحي عند عيالك شنو جايين او لا فيك هما. زين اللي سويتي يوم نشيتي هني؟ بعدين وسعلك من المكان. ما قصرتي. خالتي انا رايحه ازهب لك دار ترتاحين فيها. جزاك الله الف خير. الو. هلا حبيبتي، معاك ام يوسف. اي هلا تفضلي. حبيبتي انا سمعت انك تدورين على محل اجار يكون قريب من المدارس. اي صح. المحل موجود بعمارتي يمه مدرسه وكليه بعد اذا بغيتي. زين خوش وايد زين. حبيبتي تعالي عندي بالبيت وانت فاهم على كل شيء. اي ان شاء الله بس
المفروض اني بالاول اشوف المحل. بتشوفينه لا تخافين. المهم حياك عندي الساعه 7، بدزلك العنوان الحين امي. اوكي بانتظارك، مشكوره، يعطيك الف عافيه، مع السلامه. الو، يس، اوكي باي. صار شو تسوي انت؟ اقول فواز، انا بروح ابات في بيت امي. بيت امي من زمان ما طبيته ووصى اخوي يحتاج تنظيف، ابي اروح. اي اوكي عادي. الاقلاع عن التدخين، تقليل من التلوث الهواء، تحسين الهواء في الاماكن المغلقه، ممارسة الرياضة التنفس العميق يومياً، تناول أطعمة صحية. إي طبعاً، لو بدرية باتت ما رضيت، بس أنا بالطقاق كل واحد. يلا ماما هدي. السلام عليكم. السلام، ما شاء الله تبارك الله، أشوف شارين السوق كله. لا خالتي، تدرين من زمان ما رحنا السوق، قلت يلا أخذ هديل ونروح السوق. يلا هديل، يلا ماما مشي فوق أخذ لك. هلا هلا امي، هلا، دشي دشي بنيتي، انا طرفت لك الباب، دشي امي حبيبتي. يا هلا يا هلا، مرحبا، حي الله من يانا. السلام عليكم. هلا امي. عليكم السلام. هلا هلا يا بعد قلبي، اهلا وسهلا. هلا هلا هلا، دشي امي دشي. عسى بس دليت البيت. ايه البيت سهل، ما يضيع. عين ما ضيعتي. ها شلونك امي؟ الحمد لله. شلون اهلك؟ الحمد لله. شلون اخوانك؟ كلكم ان شاء الله بخير وعافيه. خير الله يسلمك. يا هلا، جارتنا البركه، حي الله. سريحي امي بالصدر، بالصدر هني. شلونك امي؟ الحمد لله طيبه ان شاء الله. الله يسلمك. يا هلا يا هلا ومرحبا امي. هذا الشاي وهذا القهوه وهذا العصير. دقيقه انا خليني بس احط لك عصير. خليك خليك خالتي. لا يا امي، لا عيب عيب امي، دقيقه خليني احط لك. ولو خليك خالتي. اخذي راحتك يا بعد عمري، ترى البيت بيتك، عيالي ترى كلهم طلعوا ومو موجودين، امي البيت بيتك. دقيقة حبيبتي بس هيب لك الأوراق ويايتك. ها مو تستحين. لا أخذي راحتك خالتي. مشكورة أمي، يا هلا ويا مرحبا، زارتنا البركة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Thank you.
ناصر فيك شيء؟ لا ماكو شيء. حسون وينه؟ الغرفة كان يلعب ويرسم. ماشي أنا بروح أرسم وياه. والحين بتدلع بالعدل. هين ابتسامه، هين. ابتسام ابتسام يا ابوك، صلاة صلاة يا ابوك. لا حول ولا قوة. أهلاً، صح النوم قعدتي؟ هذا شنو؟ هذا شعري. إيه، هذا شعرك. هذا أقل عقاب على اللي سويتيه. حيل تبين تسجنيني وما تبين أعاقبك، ما يصير. لا يا ماما، لا لا، ما يصير كذي. كنك ما فهمتي اللي انا اقصده. انت لازم تفهمين مع منو قاعده تلعبين.
انت لازم تحمدين ربك وتشكرين على اللي سويتني، بس حلق شعرك مفروض اسوي فيك اكثر من كذي. شفتي صورك هذه؟ ترى كلها انزلها انستغرام ورا بعض. شوفي ستيني مصورتني وانا مخدره، يعني ما ادري عن شيء. بس الناس ايش دراهم انك مخدره؟ الناس عبالهم دايخه. سمعي يا ست الحسن والدلال، ترى انا اكتفي بحلاقه شعرك والقرعه هذه اللي سويت لك اياها، لكن صدقيني اذا بلغتي احد ولا احد عرف بالموضوع راح تندمين طول حياتك. صورك هذه راح انزلها وافضحك فيها. شفتي ابوك هذا المسكين الفقير راح يشوفها؟ شفتي اختك اللي توها معرسها؟ شوفي عاد شو يصير فيها. علشان كذي يا ابتسامو بعدي عن طريقي واخري عني. اذا انت بعدتي عني انا ابعد عنك، والصور هذه ما حد يشوفها. ايش رايك عاد؟ حاضر حاضر، ما راح اتكلم، ما راح اقول اي شيء، بس الله يخليك خليني اروح. ممتاز ممتاز، عافية. كذي بديتي تفهميني. عافية عليك يا بسوم، عافية. الله يخليك. فتشيلي فتشي ايدي فتشي ريولي خليني اروح. صبر صبر شوي، مو قبل ما تشوفين النيولوك. لحظة شوي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. اهلا وسهلا، حي الله من يانا، زارتنا البركة. حلال حلال عليك الشيلة، ما بيها حلال. ايش يا ابوك؟ يا ابو حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه جريمة ما ينسكت عليها، وهالمرة هذه مجرمة ولازم تدخل السجن لازم. يبا انا ما اقدر اسوي شيء، اصلا هي صورتني وانا مخدرة وهددتني، قالت لي اذا تحكيتي وبطلتي حلجك بنشر كل شيء. عشان كذي يبا انا ما بيدي شيء، ما ابي اسوي لكم فضيحه لا انت ولا اختي. ما عليه حبيبتك، ما عليه. قومي غسلي وجهك وتعوذي من الشيطان، وانا بحضر لك الريوق، وبعد الريوق ترتاحين. ما ابي يبا، مو مشتهي اكل، بروح داري اريح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دشي دشي. نجاة ايش فيك؟ وطي حسك لا تسمعنا. عبد الله فهمني، أنت مو قلت إنك بتقول حق أمك؟ أنا الصراحة وحدة قاعدة أتصرف على أساس إن سفرتنا عقب باكر، والصراحة السوق ورحت خلصته، الجناط وسكرتهم، وأنت حتى للحين ما قلت حق أمك؟ صبري صبري علي. أقول لك سفرتنا عقب باكر تقول لي صبري علي؟ بالله هذا شنو معناته؟ تاخذها ويانا ولا نخليها بالبيت تقعد بروحها؟ إذا احنا خدامتنا حادي لها معانا، وأنت تقول لي صبري علي، عبد الله روح خلص موضوعك مع أمك. مو لازم قبل لا أخلص موضوعي مع أمي لازم أكلم ندى. يا عبد الله ايش ناطر؟ روح كلمها. زين زين يلا روح. ما تشوفين شريمة؟ الله يرك من الشر يما. أقول يما؟ قول يما ايش عندك؟ يما في شيء أنا مضطر إن أنا أسويه، بس أنا وايد مستحي منك ومن نفسي. ليش مستحي يما؟ قول. يما إن شاء الله إحنا مسافرين عقب باكر، ويما ترى إحنا حاجزين من قبل ومخلصين أمورنا كلها، ولما نيتيني أنت بالليل ما عرفت أقول لك. والمشكلة إن أنا ما أقدر أخليك تقعدين بالبيت، لأن حتى الخدامة حاجزين لها وبتي ويانا. يما عشان كذي انا دقيت حق ندى وهي بتي تاخذك. شايف شايف يا ابو عبد الله، من كم شهر وانا قاعده انذل، كل واحد يطردني من بيته، يطردوني من بيوته. يما الله يهداك، احاول تفهميني يما، انا ما اقدر الغي الحجز، انا قاطع عليه فلوس وايد. ده وانا عادي تقطني؟ يما انا ما قطيتك، انت بتروحين تقعدين عند ندى اختي. ندى اصلا عايشه بيتها الريلها، انت ما تستحي؟ يما الله يهداك، ترى انت اللي سويتي مشاكل عند ايوب وشذا. انا سويت مشاكل. لكن تدري؟ انا غلطان. اللي فرط في بيتي وقاعد انذل، كل واحد يطردني حق الثاني. لا وتقولون خايفين علي من السكه. يما الله يهداك. توخر توخر عني توخر. حسبي الله عليكم يا عيال بطني، حسبي الله عليكم. لكن قول امين يعلني اعيش غنيه واموت قويه. الله لا يحوجني حق واحد منكم، الله لا يحوجني. يا ابتسام. هلا يبا. يا ابوك وين فيك؟ كل حاكر روحك بهالدار هذه، لا تمرين علي ولا تشوفيني ولا تسالين عني. علامك ليش مسويه بنفسك كذي يا ابوك؟ ان شاء الله انه بيرجع مثل ما كان اول او احسن. يبا ما اقدر اطلع، ما اقدر اروح مكان، حابسه نفسي هني بالغرفه، انت شايف شعري مو راضي يطول. يبا شو اسوي؟ ان شاء الله الشعر ما يطول بيوم وليله يا ابوك، وراك انت. إن شاء الله يبا، أنا قد بشوف للدكتور يعطيني كريمات، حبوب، أدوية، أي شيء، بس المهم إن شعري يرد نفس قبل. إن شاء الله إنه بيرد مثل قبل وأحسن. تبين فلوس أنا حاضر. ما تقصر يبا، يعلى عمرك طويل إن شاء الله. هاي لا تضيقي خلقي يا أبوي. إن شاء الله. أنا لو شفت طليتي علي وشربت وياي كوب شاي أنا الثالث، تردين علي روحي يا أبوي. عسى عمرك طويل يبا حبيبي. إن شاء الله. على كل يا أبوي، شوف اللي يريحك. وانا مستعد، تبين فلوس حاضر انا. امري بعد. ما تقصر يبا، ما تقصر. الله يوفقك ان شاء الله. يا الله. شو اسوي بعد؟ شو
زيادة على هذا ما أقدر أسوي. ابتسامة عبد اللطيف. تفضلي يا اختي. دكتورة انا مو مريضة. انا بس صار لي شيء وابي له حل. عفوا بس ممكن توضحين اكثر. دكتورة انا طحت بيد وحدة حقيرة. حلقت لي شعري بالماكينة عشان تنتقم مني. انت محتاج تروحي المخفر مو للدكتور. ما اقدر اروح المخفر. والله يخليك دكتور لا تسألني لان ما عندي اجابة حق اسئلتك. بوريك شعري شلون كان. شوف دكتور هذا شعري قبل. بوريك شعري الحين. موضوعك بسيط والأدوية موجودة بس الأهم من هذا تتوقعين شعرك تستحق كل هالاهتمام؟ أنا ما بقلل من حزنك على شعرك بس في وايد أشياء بحياتنا نعطيها أكبر من حجمها وتكون هالأشياء حاجبة عنها أشياء وايد. أنا بعطيك مثال. تعرفين الممثلة إن هاثواي؟ هذه الممثلة معروفة بشعرها الطويل الناعم ودائما تاخذ دور الأميرة أو البنية الصغيرة بس لأنها ممثلة موهوبة وتحب شغلها تحدت نفسها وأخذت دور فانتين بالبؤساء وهذا الدور يتطلب أن تحلق شعرها عزير وطبعاً بعد ما حلقت وخلصت التصوير كانت تنحش من الصحافة والمصورة عشان لا يصورونها عبالها صارت جاكرة بس تعرفين شنو كانت النتيجة؟ خذت الأوسكار وفوق هذا حبت شكلها بالشعر القصير وظلت عليه سنوات طويلة اللي بوصل له أن في وايد أشياء بحياتنا نتمسك فيها ونظن أنها هي أفضل شيء بحياتنا بعدين نكتشف إن في وايد أشياء أفضل بكثير. أنا أدري سولفت وايد. بكتب لك بعض الأدوية والفيتامينات اللي بترد شعرك طبيعي وأحسن من قبل. يا حبيبي يا ابو عزوز افهمني انا بس ابي المعامله توقع ما ابي شيء انت وقعه وفلوسك كاش يا معود ذيك يوم حسون وقع حق حميد ايش فيك ايه لا 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 انا من صوبي ما حكي ولا راح يجيب طاري بالديوان ولا حق اي احد واذا طلعت كلمه مني ولا مني منك انا ما حكي انت ايش فيك اثول المعامله وياك انت متوقعها وانا فلوسي كاش عطني معاملتي وخذ فلوسك ايه خلاص ماشي ماشي بس اسمع مر علينا عاد نبعد الديوانيه خلينا نشوفك ايه 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 الو
انت ما تصيح على وجهك هايت من ديره لديره وما تدري عن امك؟ اقول لك مسكره تليفونها وما ترد على احد. والله عيب اللي سويناه مع الوالده، احنا لازم نروح لها كلنا ونعتذر منها. اي انا باكر بروح لها الدوام وبشوف وين تروح. ماشي خلاص اوكي انا بلغك. يا سلام. يا مارثا شو طلقتي؟ ركبتك بالسيارة بعدين نسولف. أظن أن احنا كبار على المسجات، فقلت خل أعطيك رقمه وتدقين علي أحسن، ومنها أسأل عنك وعن شعرك. ما أعرف شو أقول لك دكتور، شعري نفس ما هو، ما طال ولا شيء ولا نص ثابتي. عادي شيء طبيعي مع الوقت بيطلع، المهم أنك تعودين عليه وتعتبرين أني ولك. هالكلمة هابين فيها اليومين. لو سمحت الله يخليك، الكلمة هذه ما أبي أسمعها. أي كلمة؟ نيولوك، لأن الحقيرة لما حلقت لي شعري أبت لي المنظرة وقالت لي شوفي شكلك بالنيولوك. هالمرأة أثارت فضولي وأبي أعرف عنها كل شيء. شلون عرفتيها من البداية؟ بس معناته تقدرين ترجعين لنا وتتزوجين أبي مرة ثانية صح؟ لا حبيبتي ما يصير. أبوك اختار مرة ثانية وتزوجها. بس أبوي ما أحب غصون ولا وطنها أصلاً. بارك حبيبي ليش ساكت كذي؟ لا ولا شيء.
شلون يما ولا شيء؟ ليش وجهك كذي ضعفان؟ فيك شيء؟